اللص المحترف يمكنه اقتحام سيارتك في غضون ثوان. أصغ إلي وسأكشف لك عن بعض أسرار لصوص السيارات. أصبحت التكنولوجيا المستخدمة في السيارات أكثر تقدماً، وقد تعتقد أن لصوص السيارات سيستخدمون أيضاً تقنيات أو أدوات متطورة لمواكبة هذا الواقع. لكن معظم الوقائع لا تؤيد هذا الاعتقاد. ما زالت نفس الحيل القديمة توظف في الغالبية العظمى من السرقات. يقول الخبراء إن العديد من أصحاب السيارات لا يتخذون أبسط الاحتياطات اللازمة. 43% من الأشخاص لا يتحققون من مقبض الباب للتأكد من قفل سياراتهم قبل الانصراف مبتعدين. لذا فالنصيحة الأولى هي اقفل سيارتك ثم تحقق يدويا إن كانت مقفلة أم لا. إليك حيلة من الجيل الجديد. من الواضح أن كل ما تحتاج إليه لسرقة سيارة في بعض الأحيان هو زجاجة بلاستيكية. هكذا يتم الأمر. يسير اللص في موقف سيارات ويضع عينيه على سيارة معينة، فيضع زجاجة بلاستيكية فارغة على الإطار من جهة السائق. عندما يصل السائق يشغل السيارة ويبدأ بالتحرك. ما هذا الصوت الغريب؟ يوقف السائق سيارته للتحقق من مصدر الصوت وينحني ليكتشف ماذا يجري. وهنا يظهر اللص متسللا، إما لسرقة السيارة كلها وإما يكتفي ببعض مقتنيات السائق الثمينة. أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه السائق في هذه الحالة هو ترك السيارة في وضع التشغيل. القاعدة رقم 3 لها تقريبا علاقة بهذه الحوادث. لا تترك سيارتك في وضع التشغيل أبدا. تحذر الشرطة من ترك مفاتيح السيارة داخلها في محطات الوقود حتى إذا كنت تضخ الوقود، فهذا يعد بمثابة دعوة مفتوحة للصوص الذين يمكنهم دخول السيارة والهرب بها بعيدا. قد يبدو من الرائع أن تقوم بتسخين محرك السيارة بينما تنتظر في المنزل بدلا من البقاء في البرد، لكن هذا التصرف يجعل من سيارتك فريسة سهلة للصوص. لا تترك السيارة في وضع التشغيل أثناء شراء أي شيء من المتجر أيضا. في حوالي 30 ولاية أمريكية على الأقل يعاقب القانون على ترك السيارات في وضع التشغيل دون سائق في مواقف سيارات المتاجر. وتبدو النصيحة التالية بديهية، لكن لا تترك أي مقتنيات ثمينة داخل السيارة مهما حصل، حتى ولو كانت بعض الفكة في حامل الأكواب. قد تندهش لمعرفة أن هذا المبلغ البسيط قد يكون كافيا لجذب اللصوص. لن يتوانى لص عن سرقة أي شيء مغر مهما دنت قيمته. هناك أيضا بعض الحلول المبتكرة المتاحة للجميع. بعض الأدوات تقفل عجلة القيادة بحيث لا يمكن قيادة سيارتك. ربما لن تكون هذه الأدوات كافية لردع اللصوص، لكنها قد تبطئهم أو تجعلهم يعيدون التفكير في سرقة سيارتك. حسناً، والآن هناك شيء اسمه رقم تعريف المركبة. هذا الرقم فريد وخاص بكل سيارة ومالكها، كما أنه من المعلومات العامة. يمكنك نقش رقم تعريف سيارتك على كل نافذة، وبهذه الطريقة ستصبح سيارتك أقل قيمة في السوق السوداء، ولن يرغب أي لص في قيادة سيارة يمكن التعرف عليها وتمييزها بسهولة. كما أن تغيير النوافذ يكلف الكثير، وبالتالي فمن شبه المؤكد أن يرهق أي لص نفسه بفعل ذلك. هذه النصيحة هي المفضلة لدي، استخدام مفتاح إيقاف. يمكن القول إن هذا هو عدو اللصوص اللدود، وهو يعمل على فصل تدفق الكهرباء إلى وحدة التشغيل أو البطارية وتعطيل مضخة الوقود. يمكن استخدام مفتاح إيقاف مخفي جيدا لمنع اللصوص من سرقة سيارتك حتى وإن نجح في اقتحامها. لقد فشلت أيها اللص الآن، والآن لا تنسى غلق الباب بعد خروجك. تأتي العديد من طرازات السيارات الجديدة بمفتاح إيقاف، بينما يمكن تركيب مفتاح إيقاف في الطرازات القديمة بسهولة. والآن نعرفكم إلى ستيف فولر، وهو لص سيارات سابق. أدين فولر 6 مرات بسرقة السيارات، لكنه أفلت بفعلته مئات المرات الأخرى. نعم هذا صحيح، مئات المرات. ترك فولر عالم السرقة الآن ويحاول أن يكفر عن أفعاله. لذا وافق على إخبار العالم بالأسرار التي لا يعرفها إلا لصوص السيارات المحترفون. أكد فولر على أن لصوص السيارات لا يحبون مفاتيح الإيقاف، وإذا كانت مخفية بشكل جيد فسيتطلب تعطيلها وقتا طويلا. لا يمكن للصوص السيارات المخاطرة بقضاء وقت طويل في سرقة سيارة واحدة، لذا سيتركها وينتقل إلى سيارة أخرى.
هل تعلم أنه قد يكون لديك مفتاح إضافي في سيارتك؟ بعض السيارات بها مفاتيح احتياطية مخبأة داخل دليل المالك أو مع طقم الأدوات في صندوق السيارة. إذا كان هذا الأمر ينطبق على سيارتك، فأخرج ذلك المفتاح من السيارة على الفور. إذا كنت تعلم مكانه، فسوف يعرف اللصوص ذلك أيضاً. هل تعتقد أنك تخفي المفتاح الاحتياطي بشكل مثالي؟ يعرف لصوص السيارات جيداً أين يبحثون. بعض الأشخاص يخفون المفتاح الإضافي لسياراتهم تحت المصد أو أسفل مفرش الأرضية، لكن اعلم أن أول ما يتحقق منه اللصوص دائماً هو تلك الأماكن. يقول فولر: صندوق القفازات ووحدة التحكم المركزية والأبواب وحامل الأكواب وعلبة الفكة، لقد عثرت على المفاتيح الاحتياطية في جميع تلك الأماكن. والمثير للدهشة أن فولر اعترف بأنه عند تفتيش السيارات التي سرقها عثر على مفتاح إضافي في 90% منها. وإليك معلومة أخرى عجيبة من المكتب الوطني لجرائم التأمين الأمريكي. اكتشفوا أنه بين عامي 2016 و2018 تم سرقة ما يقرب من 230 ألف سيارة بسبب ترك المفتاح الإلكتروني بداخلها. بالحديث عن المفاتيح، بإمكان اللصوص فتح السيارات باعتراض الإشارة الصادرة عن نظام الدخول بلا مفتاح. أجل، فحوالي 5% فقط من أصحاب السيارات يحفظون المفاتيح الإلكترونية في حافظة مقاومة لموجات الراديو يمكنها حماية المفاتيح من اعتراض إشارتها. والآن تخيل أنك عدت من العمل وركنت سيارتك أمام منزلك، وكما جرت العادة وضعت مفاتيح السيارة على حامل المفاتيح القريب من مدخل الباب، وفي الصباح استيقظت لتتفاجأ بعدم وجود سيارتك حيث أوقفتها ليلة أمس. يعتقد الكثيرون أن وضع المفاتيح في أي مكان بالمنزل أمر آمن. للأسف الشديد هذا ليس كافياً. بإمكان لصوص السيارات استخدام أجهزة تستنسخ إشارة المفاتيح لفتح السيارة عن بعد. الحل الأمثل هو الاحتفاظ بمفتاح السيارة بعيداً عن مدخل الباب في مكان لا يمكن للصوص التقاط الإشارة منه. استخدم التكنولوجيا لحماية سيارتك. أنظمة الإنذار مع استشعار الحركة تخيف اللصوص، كما يمكن الاستفادة من أجهزة التعقب وتحديد المواقع. في أسوأ الحالات سوف تساعد الشرطة في العثور على سيارتك المسروقة. أنظمة الإنذار بدورها تبعد اللصوص عن سيارتك، لذا لا تتردد أبدا في الاستثمار في نظام إنذار جيد لمركبتك. وليكن خط الدفاع الأخير فيما يتعلق بالأدوات والأجهزة الإلكترونية كاميرا لوحة القيادة مجهزة بوضعية مراقبة. كل هذه الكاميرات تكون مصممة لتسجيل رحلتك، لكن بعض الطرازات تسمح لك بمراقبة سيارتك عندما تكون بعيدا عنها. قد تعتقد أن ترك النوافذ مفتوحة قليلا أمر جيد، إذ يسمح ذلك بتجديد هواء السيارة دون أي مشكلة، لكنك مخطئ. تلك الفتحة الصغيرة كافية ليدخل اللص أصابعه أو أدواته من النافذة ثم يفتح الباب. بحسب فولر، فإن التعامل مع سيارة بنافذة مفتوحة ولو قليلا تعادل العثور على سيارة مشرعة الأبواب. لا ينكر أحد أن هناك بعض المزايا اللطيفة للعيش بمفردك، لكن حتما ليس من بينها العثور على رسالة مقلقة أمام باب منزلك. في إحدى ليالي الشتاء الباردة، غادرت سيدة منزلها لإخراج القمامة، ولاحظت أن أحدهم كتب رمز 1F على غطاء صندوق القمامة المغطى بالثلوج، وتبين أن هذا الرمز يعني امرأة واحدة. لقد كان هناك من يراقبها منذ وقت طويل وعرف أنها تعيش بمفردها، وبالتالي فإن سيارتها قد تكون هدفاً سهلاً للسرقة. لهذا السبب ينصح الخبراء بإلقاء نظرة سريعة حواليك في كل مرة تغادر فيها منزلك. حيلة أخرى يستخدمها لصوص السيارات تنطوي على استخدام الجبن. تخيل أنك متوجه نحو سيارتك وتفاجأت ببقع من الجبن المذاب على غطاء المحرك. هل هذا أحد المقالب؟ تنتظر قليلا ثم تقرر تنظيف بقع الجبن، لكن الأمر يستغرق وقتا طويلا. في تلك الأثناء قد يكون هناك من يراقبك من مسافة قريبة، يتحين الفرصة المناسبة. من المرجح أن يقفز ذلك الشخص إلى سيارتك ويقودها بعيدا وأنت منشغل بفرك الجبن. يقول فولر إن اللصوص لا يحبون الأماكن المفتوحة والمكشوفة مثل أزقة الأحياء السكنية أو في الممرات المؤدية إلى المنازل، وتجدهم ينجذبون أكثر إلى الأماكن المظلمة والخالية من المارة.
مثل المباني السكنية والمرائب ومواقف السيارات تحت الأرضية، ويضيف بهذا الصدد أنهم يحبون تلك الأماكن نظراً لهدوئها، مما يسمح لهم بسماع صوت اقتراب أي خطر. لذا النصيحة رقم 14، احرص على ركن سيارتك في الأماكن المزدحمة.